بسم الله، احنا خلاص ظبطنا كل العملية كلها وربطنا فكرة الام في سي بالروتر بكله وجهزنا كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها انستول. جاهزين بقى نبدأ نعمل بقى كوليكشن اللي احنا عملناه. عايزين نبدأ نعمله العمليات الكروت بقى الأساسية، ازاي نعمل. سيبك من التيست بقى، عايزين نظبط الحاجات اللي ايه العمليات الأساسية. فأنا هبدأ على طول، هاخد الروتر ده دوت جيت اللي هو كان تيست. المرة دي هقول له ايه؟ لا انا عايز اعمل بوست. انا عايز اول حاجه ابداها ان انا كرييت كاستمر ويسمع هناك. فقلت له سلاش كرييت، يبقى هيبقى كاستمرز سلاش كرييت. هنادي على الكنترولر بتاعي وهنادي فيه على فانكشن اسمها كاستمر اندرسكور كرييت. هشتغل بالاسلوب ده. فكاستمر اندرسكور كرييت تبقى فانكشن موجوده جوه الكنترولر. كلام جميل. فعايز اروح على الكنترولر واعمل اكسبورت للفانكشن ديت. فاخدت كده كوبي من التست. لا مش لازم، على طول هو مفيش فيه غير اكسبورتس يعني. قلت له دوت نفس اسم الفانكشن اللي انا لقيت عليها هناك اللي هي كاستمر اندرسكور كرييت. فاجي نقول له اكسبورت كاستمر اندرسكور كرييت، وعملت على طول ارو فانكشن بتاخد الريكوست وبتاخد الريسبونس، وابدا البادي بتاع الايه الكرييت. ايه البادي بتاع الكرييت؟ الموضوع بسيط جدا. هعرف الكاستمر ابني فيه جيسون واجيب من البادي اللي جاي لي من البادي بتاع الريكوست الداتا وارصها. فعرفت كاستمر، خد بالك كاستمر ده سمول ليتر، لان الكابيتال ليتر فوق اللي هو الكاستمر هو الموديل. فعملت كاستمر ابو سمول ليتر ده بيساوي نيو كاستمر اللي هو الموديل اللي فوق. فخلاص هو عرف ان الموديل اللي فوق شايل تايتل وكاست نيم وشايل فون وشايل ايميل. فقلت له التايتل هيجيبه منين التايتل؟ الفاليو بتاعته هتيجي من الريكوست دوت بادي دوت تايتل. فاخد البادي اللي جاي لي اللي هو تحول الى جيسون بسبب فعل البادي بارسر، هاخد منه التايتل واحطه جوه مين؟ جوه التايتل. وبنفس الاسلوب هبدا اشتغل على مين؟ على الكاست نيم، واقول له الكاست نيم هيجي منين؟ برده من ريكوست دوت بادي دوت كاست نيم. طيب وبعدين بيست برده اللي بعديه كان الايميل، فهقول له الايميل برضو من request dot body dot email. اخيرا هيبقى عندي الفون، بس اشيل برضو اكتب الفون من request dot body dot phone وهشيل الكومة الاخيرة لان انا كده خلصت. تمام. اوكي طيب، ده كده هيكريت لي الاوبجكت دوت. ده كده هيكريت لي الاوبجكت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه كاستمر. بعد كده بنادي على كاستمر. كاستمر ده اللي هو اللي فوق، كاستمر اللي هو اللي فوق اللي هو الموديل بتاعي. فتقول كاستمر دوت سيف. دوت سيف دي الفانكشن اللي جوه الموديل اللي عامله لي المنجوز عشان اقدر احتفظ بايه؟ احتفظ بكاستمر، يعني اعمل كريت، اعمل انسرت. فتقول سيف، وفي حاله الايرور طبعا كاستمر دوت سيف عرف منين؟ كاستمر ده اللي معلش كاستمر ده اللي هو سمول اللي احنا عرفناه اللي هو اوتوماتيك بقى اوبجكت من الكاستمر موديل بتاع المنجوز. فاقول له دوت سيف، خلاص هو عنده الداتا فيعمل سيف. قلت له في الايرور، في حاله الايرور، في الايرور طبعا هيريتيرن نيكست ايرور، او طبعا ممكن نريتيرن الايرور على طول. ولو تمام هقول له ريسبونس دوت سند كاستمر كريتد سكسسفولي، يعني لو تسيف هيبعت بس رساله ان الكاستمر كريتد ايه؟ سكسسفولي مش اكتر. طبعا اوتوماتيك النود مون بيرفريشنج معانا. فلو رجعنا كده على الداتابيس بتاعتنا ما فيهاش غير وان ريكورد اللي هو الكحيل. طيب هروح بقى على الايه؟ على البوستمان. مش هينفع البراوزر المره دي. الجيت زي ما هي بتاعت التست. انا هاخد اليو ار ال ده كده كوبي، هروح اعمل تابه جديده اشوف تابه مش محتاجها كده او حاجه او اد ريكوست جديد. انا عملت تابه جديده اهي. وهنخش على كاستمرز، بس هقول له سلاش كرييت ان ده الروت بتاعي. البادي مش مفتوح وجيت طبعا كل الكلام دوت اللي في الهيدر ده هنشيله مش محتاجينه. البادي مش مفتوح عشان انا جيت نغيرها نخليها بوست كده. البادي اتفتح معايا. اختار من البادي اللي هو الفورم يو ار ال انكودد، وهبدا اديله الداتا بنفس الايه؟ بنفس اسماء البارامترز الموجوده عندي اللي هو التايتل. قلت له مثلا مستر اللي هو مثلا الكاست نيم، هقول له مثلا حسونه. الايميل ادي له مثلا اسم
مثلا حسون@gmail.com مثلا على سبيل المثال، والفون واحط له اي ايه، اي رقم تليفون. دي الداتا اللي انا عايز ابعتها دلوقتي، كان من موبايل محذوفه من كلاينت براوزر زي الفرونت اند ابلكيشنز محذوفه، ما عندناش مشكله. بالطريقه دي انا دلوقتي عندي ادي الدوكيمنت اهو، وعملت ريفريش الدوكيمنت زي ما احنا شايفين مفيش غير فيه ريكورد واحد. طب ازاي بقى؟ ما انا دوست على سند، تعال نعمل ريفريش للداتابيز نفسها. لقينا ان في كاستمرز ده انذر كوليكشن رمى فيه حسون اهو. طيب احنا مش عايزينه يرمي في كوليكشن تاني، نعمل ايه؟ ارجع على الموديل، الكاستمر موديل. فاكرين كاستمر موديل؟ كلمه كاستمر دي كان اسم الموديل، كاستمر سكيما ده السكيما بتاعت الموديل. ممكن اخد كوما وادي له اسم الكوليكشن، والا لو ما حددتش هو هيكريت لي ايه اسماء الكوليكشنز بتاعته بصيغه الجامعه على طول مباشره يعني. فتقول لا كوما كاستمر، يبقى كده معناها بقول له ارمي في الكوليكشن اللي اسمه كاستمر. هعمل ديليت للكاستمرز كوليكشن ده، هيقول لي بس عشان تعمله ديليت لازم تكتب اسمه تاني، ده الكومباس يعني مفيش مشكله. كتبت اسمه كاستمرز تاني، قلت له دروب كوليكشن، مسحه كده. ما عنديش، اعمل ريفريش، ما عنديش الكوليكشن ده اصلا من اساسه. قلت له حلو، مفيش عندي غير الكوليكشن دوت اللي هو كاستمر في رو واحد. قلت له سند، قال لي الكاستمر ادد سكسسفول. قلت له طب تعالى نرجع نعمل ريفريش كده للكوليكشن بتاعنا، لقينا ادي الايه، ادي الكوليكشن بتاعنا، وادي ايه البيانات بتاعتنا، وادي حسون اهو اتضاف، ومبقاش عندنا مشكله.